القصة ديال اليوم ضروري غتستافدوا منها وما غاديش تخرجوا منها خاوين. قصة إيجابية ديال واحد الإنسان اللي حكيم وجد رزينة، اللي غادي تدوز من واحد المحنة اللي أي وحدة فينا كانت تقدر تدوز منها، محنة فيها ظلم واكتئاب واللي غادي تختار باش أنها تحولها هي المنحة في الحياة. قصة فيها تفاؤل وتذكير لأي شخص طاح في نفس المشكل أو لأي مشكل. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا سلاميليك. كنتمنى الحلقة نتاع اليوم تكون لقاتكم بخير وعلى خير وأرواحكم تكون مطمئنة إن شاء الله. أولا شكرا شكرا من القلب على تفاعلكم مع هذا البرنامج، هذا الشيء فعلا تفرحني وكيخليني باش أنني نستمر وما نتعطلش عليكم، وخا كنضغط واحد شوية على راسي على قبلكم. ولكن عندي لكم طلب صغير صغير وما غادي يكلف ليكم حتى شي حاجة، وبيان سور إذا جات على خاطركم. بغيتكم تزيدوا تفرحوني أكثر وتحمسوني أكثر بلي لايك ديالكم، ضغطوا على الزر ديال الإعجاب في التحت، حيتاش هذا الأمر فعلا كيساعد باش أن المحتوى يوصل لبزاف ديال الناس. شكرا. المهم باختصار، ما بين الأسماء اللي تقترحوا عليا فصاحبة القصة اختارت اسم هاجر. لنبدأ. كتقول صاحبة الحكاية هاجر: في حكايتي غادي نرجعكم معايا واحد 7 سنين للوراء، لما كانت عندي 19 سنة كنت كندرس في البكالوريا. كنت إنسانة من نهار عقلت على راسها داخل سوقها، ما عندها مع صحابات ولا مع خريج، كنت من الدار للمدرسة ومن المدرسة للدار، هادشي اللي تنعرف. كنسكن في مدينة صغيرة شي عارف شي، وكنتامي لواحد العائلة جد 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 بسيطة والحمد لله. كناكلوا الغداء ديال اليوم والغداء ديال الغداء راه بيد مولانا. في هاد الفترة غادي نتعرف على واحد الشاب احد مواقع التواصل الاجتماعي اللي غادي يرسل ليا طلب صداقة او لا انفيتاسيون. غادي نقبلو علما انني ما كنتش حاطة تصاوري، ما كيعرفنيش وما كنتش كنقبل اي واحد، ولكن سبحان الله فاش كنتفكرها دابا كنتعجب لهذا الامر كيفاش وقع. المهم هاد الشاب على ما كيعاود ليا كيسكن في مدينه واحده اخرى اللي هي قريبه لينا وميسور، ومن عائله معروفه في المنطقه عندهم وحتى عندنا، وكان تيدرس في العام الاخير ديال التخرج ديالو. بدينا في الدردشه مع بعضياتنا لواحد المده قليله، من بعد غادي يطلب صورتي باش يشوفني، واكيد غادي نرفض، ولكن كان تيطمئني بواحد الجمله: انا ناوي غير الخير. المهم توكلت على مولانا وفعلا غادي نرسل ليه صورتي محترمة أكيد. من بعد أسبوع ديال الدردشة المستمرة وبدون انقطاع، واحد النهار غادي يختصر كلامه بواش تبغي تزوجي بيا. كأي بنت يمكن غادي نقول ليه إذا توفروا فيك بعض الشروط، لماذا زعما أنك تكون إنسان صالح وطيب وذو أصل إلى ما غير ذلك. هو بدوره غادي يقول لي واخ، حتى أنا ما عنديش مع العلاقات الغير الشرعية وكنقلب على الحلال، ودابا غادي نعطيو لبعضياتنا واحد الفترة قصيرة غير ديال التعارف أكثر، وبما أنني قريب غادي نتخرج إن شاء الله بغيتك تصبري معايا واحد شوية نقلب على خدمة. راه التخصص ديالي في الخدمة موجودة ونحس براسي بلي أنني استقريت فيها، وديك الساعة نجي مع العائلة ديالي نتقدم لعائلتك. فرحت ونشط وقلت له خير إن شاء الله. كل مرة كان تيدوي معايا كان تيقول لي قوليها لماماك، تنقول لي بلي كنحشم وما نقدرش، ومن بعد بإصراره غادي نصرح ماما. سكتات وما جاوبتنيش من غير سؤال واحد: ولد من؟ من بعد فاش غادي نقول لها شكون غادي تقول لي الله يا بنتي الله، هذوك العائلة راه صعب بزاف وحنا راه ما نقدروش عليهم، وبالعقل نتاع هذاك السن لمتها. قلت لها علاش ما فرحتيش ليا، حاولت تقنعني بلي ماشي مسألة الفرحة ولكن مسألة الأصل والدوام. واخا هكاك مسكينة كانت تقول لي ما غاديش نخسر ليك سعدك الله يكمل عليك، وأنا داخليا كنت عارفة بلي ماما ما كانتش ناشطة ومرتاحة نهائيا لهذا الزواج، وعلى قبلي كانت كتمثل هذيك الابتسامة في هذه الفترة. وكيف كتعرفوا فهي سنة حساسة، كنت في البكالوريا وخصني نعمر راسي بها وبالنجاح لا غير، فمن الجانب ديالو هو غادي يتخرج غادي يخدم، وها هو وصل وقت الحسم. في هاد الفترة ديال التعارف اللي دامت أقل من سنة شفتو مرة واحدة، تخيلوا معايا، بإذن من دارنا واللي كان كل شي كيسيق لها الخبار. مشيت نتلاقى معاه على أساس أننا نحطو نقط على الحروف. تنعقل في هاد اللقاء كنت كنطلب من خوالاتي باش أنهم يبرزطوني في التليفون غير باش ما نتعطلش معاه وباش يعرف بلي أنه من ورايا عائلة. المهم مشى عند الأهل ديالو وقال ليهم
راني تعرفت على واحد البنت وبغيت نتزوج بها على سنة الله ورسوله. سولوه شنو بغيتي فيها؟ قال ليهم اي حاجة كنقلب عليها في زوجة صالحة راني لقيتها فيها، من دين وجمال واخلاق واصل. كتقول هاجر نسى ما قالش ليهم بلي هاد البنت على قد الحال وبلي ساكنين في السكن الاقتصادي. نسى ما قالش ليهم بلي هاد البنت راه باها مرة خدام وعشرة لها. نسى ما قال ليهم بلي هاد البنت راه ناس بسطاء جدا 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 وزيد وزيد وزيد، علما ان عائلته كان عندها هاد النقاط جدا مهمين من مأكل وملبس ونسب الى ما غير ذلك. المهم هاد الامور بالنسبة لهم كانت اكثر من الاخلاق. طلبوا منه الاسم ديالي على اساس انهم يسولوا عليا. بالصدفة غادي يلقاو بلي انهم تعرفونا، وهو اللي تعاود ليا وكيقول بلي قالت ليه الام ديالو واش كتعرف شكون دوك الناس ومتيقن بلي باغي بنتهم. غايقول ليهم انا متاكد ولكن شكون هما؟ غتقول ليه هادوك راه ناس عاديين ومالك على هاد الحاله، قريتي وضربنا عليك تماره وبزز باش خدمتي، وخدمتي في بوست زوين يتمناه اي واحد، وبغيتي تمشي تاخد هاديك. مازال حتى ما كملات قريتها وبقى صغيره ووالديها ما فحالهمش، ما عندهم حتى باش يفرحوا بها. مهم بزاف ديال بلا 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 اللي كتضر في الخاطر قالها ليا، واللي طبعا هما اللي قالوها ليه. هو سيصر وغادي يقول لهم بلي انا بغيتها ومنها ما نخلق، وانا ما كنهتمش كاع لاش اللي كتقولوا. فهاد الفتره اللي كانوا هما تيقولوا لي هادشي انا ما كنتش عارفه هادشي غادي يقولوا لي من بعد. انا فهاد الوقت كنت مشغوله في التحضيرات ديال الخطوبه اللي اكيد بسيط على حسب المستوى ديالنا. المهم ايجي واحد النهار غادي نمشي مع دارنا لدارو اللي غادي نسكن فيها، هو اللي غادي يدينا. وحنا في جماعتنا كل نهار كل مره كيصور ليا وكيصيفط ليا واش ندير هادي واش نشري هادي واش نحط هادي هنا. المهم كنا محمقين في التحضيرات. جا الوقت وجاو لعندنا وقدمنا لهم بكل فرح كاع داكشي اللي وجدنا وكبرنا بهم على قدنا، ولكن كانوا تيبانوا ما مرتاحينش. المهم غادي تدوز شي ايام، وفي هذا الوقت عائلته كتقول لي ما غاديش تاخدها حيتاش ماشي هادشي اللي بغينا ليك، انت كامل مكمول، غنجيبو ليك شي وحده على الاقل خدامه. كانوا تيقولوا ليه بلي انا باغاه غير باش يخلص عليا باش نكمل قرايتي. المهم اتهموني بزاف ديال الاتهامات اللي هما كامل هم ماديين، وانا ما على بالي والو. واحد المره غادي يتصل بيا وكنحس بهضرته ناقصه، ولكن ما ركزتش على هاد النقطه وبقيت غاده بديك النيه الطيبه. وهو بقوه ما كيسمع هاد الهضره بزاف غير السلبيات. واحد النهار غادي يتصل الو الو لاباس، بقيت نقول لك شي كلام واش انت بوحدك؟ راه ما بقيتش مستعد نصبر. قلت ليه الله يسمعنا خير ياك لاباس، راه ما بقاش بزاف وحنا على ايام معدودات وغادي يكون عقد قران ان شاء الله. تخيلوا غادي يقول لي راه الاهل ديالي ما راضيينش على هذا الزواج وشادين معايا العكس، وانا عارف اذا شي حاجه تابعين الوالدين ما غاديش تكمل وراه ما بغاوكمش. نعم ياك سيدي ما بغاوناش. ممكن نعرف علاش؟ تخيلوا شنو غادي يقول لي، وراكم عارفين باللي حنا ساكنين في سكن اقتصادي وباللي نهار جاو لعندنا ما عجبهمش التقديم ولا لباسنا ولا حتى الاكل اللي كان في ديك الامسيه البسيطه واللي قدينا بيدينا، وكان علينا نجيبو شي مموي حفلات، علما انه ما عرفش واش عادي نشارك معكم حتى التفاصيل، ولكن قدمنا لهم بسطيله واللحم برقوق والشاي مع الحلوى بحال اي عائله مغربيه. المهم كان تيذكر لي بعض التفاصيل اللي جد 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 تافهه ودنيويه، ما كاينش لاش نزيد نذكرهم حيتاش قمه الجهل بالنسبه ليا. كنقول ليه غير واش هادشي كله فيا، لدرجه واحد الوقت وهو كيقول اش قالوا ليه وليت كنحس بحيله بغى يقول ليا راه عندهم الحق. وانا نقول ليه وانت شو كتقول في هادشي؟ قال ليا صعيب عليا نقنعهم. فانا بان ليا بلي انه متشبت بالراي ديال والديه وكيدخل من موضوع وكيخرج الموضوع. المهم ما ثابتش، عييت ما نشرح ليه باللي حنا كيهمنا الجوهر، وكاينين بزاف ديال التساؤلات اهم من هاد السفاهات الماديه ديال الملبس وما عرف شنو. المهم بان لي بلي انه ما بقاش امل، تضريت وتجرحت، ساليت معاه وقررت ندير جلسه مع والديا. وسبحان الله في هذيك الجلسه غادي يجي اتصال من الاخت ديالو اللي غتكلم مع والديا بواحد سوء الادب لا تصور، وبهاد الجمله غتقول لهم الله يسهل على بنتكم ويسهل على ولدنا في محسن. في نظركم
كيفاش غادي نحس؟ ونذكركم كانت عندي الله 19 سنة ومازال في الباك، علما أنني بنيت في المخيلة ديالي بلي أنه هو الزوج ديالي، وكان دعائي دائما في صلاتي هو يا ربي تبارك لي فيه وتجعله من الأزواج الصالحين. فإذا بي أتفاجأ بفسخ الخطوبة مع فسخ مجموعة من الأحلام، ودابا أنا مضطرة باش نهز تليفوني ونلغي جميع العرضات اللي درت للناس. وهذاك الشيء وقع فرمشة عين، كانت صدمة كبيرة عليا، ما كنتش مهيئة لهذا الشيء كله داخليا، وببساطة كان سببها تافه اللي هو المادة، أمر اللي ما بغاش أنا ذاك يدخل لي لدماغي. وحتى لدابا مشى الناس وغادي ندخل في اكتئاب، اش من دواء غادي نشرب واش من خاطر باقي ديال الباك اللي بطبيعة الحال ما غاديش ننجح فيه، وزاد اكتئاب اخر على الاول. كتعرفوا ديك الكرة اللي كتكون كبيرة وحاصلة لكم هنا، هي اللي كنت حاسة بها في حلقي، ما عرفت نبكي، ما عرفت نغوت. والديا غيدخلوا في نقاشات مع بعضيتهم بسبب المشكل الاول، غادي يفكروا باش انهم يطلقوا. من غير هذا البعض من عائلتنا قرروا باش انهم يقاطعونا من حيتاش ما شاركناهمش لب المشكل. المهم نعيا ما نشرح هذا الاكتئاب اللي داز عليا، ما نقدرش نفسرو لكم كيفاش حسيتو، بحال الصباح بحال العشيه. ويلا كنبغي ننسى داكشي اللي داز عليا، كنتفكر راسي ما نجحتش في الباك وغادي نعاود العام، كانت بالنسبه ليا شي حاجه صعيبه، وفي نفس الوقت با عايش في دار وامي عايشه في دار. يا ربي كي غادي ندير وفين غادي نحط الراس وكيفاش غادي نعس؟ هذا الوقت حاجه وحده ما فرطتش فيها في هذا الظرف، كانت معايا صلاتي. عاد ما زدت ندير النوافل ونصوم وندير اذكاري، وانا عندي يقين ان ربي كيسمعني وانا في اعماق الحزن ديالي ما فرطتش في طريق ربي. كنت عارفه بلي انه مولانا قادر على كل شيء وقوي و و و و، ولكن في هذه المحنه تيقنت اكثر واكثر. كنت كنحس بمولانا معايا، كنت شاغلة راسي غير بصلاتي في وقتها، كنت نتقبل القبلة، وكانت عندي اوراد واذكار كنديرها بيقين وتركيز. كان دوائي هو القران الكريم وبعض الصور من القران، كان دوائي كلام ديال مولانا. كنقرا في النهار حتى الخمسة ولا 10 ديال الاحزاب باليوم وبتدبر. بعض المرات كنت توقف عند بعض الايات اللي كنلقى فيهم راسي، وكان بكي حتى كان شبع ونمسح دموعي ونكمل. المهم بهذا المعنى غرقت في طريق ربي. واحد الخريجة خفيفة على ذكر هذا قراءة القرآن، خصنا نعرفه بلي أنه لما كنهزو القرآن وكنقراوه فراه ماشي إحنا اللي كنقراوه، راه القرآن الكريم هو اللي تيقرانا. جاتكم غريبة؟ أنشرح لكم كيفاش. بمعنى أنه تقدر تقرأ واحد الصورة في واحد اللحظة، مولانا غادي يوقفك في شي آية اللي كتخاطبك أو كترسل لك رسالة اليوم ديالك، على حساب أشنو كتعيش في داك النهار أو لشنو وقع لك مشكل. فهمتوني شنو بغيت نقصد؟ نكملو. المهم الذكر ديال ربي ما كانش كيفرقني، وهو اللي كان دوائي لدائي العطلة كلها، وأنا كنت مصاحبة تسبيحي وقرآني. فبديت كنلاحظ بلي أنه مولانا بدات يسخر لي في المحيط ديالي ناس من حيث لا احتسب. وليت كنلقى ناس كيخرجوني كيفوجوا عليا كيديوني دورات تكوينيه، المهم ناس كانوا كيخرجوني من هذيك الدوامه اللي كنت عايشه فيها. والحمد لله عاودت العام ونجحت وقريت في لافاك وتخرجت، وفي عامي الاول اشتغلت، وها أنا اليوم أستاذة في التربية الإسلامية وكذلك أستاذة في علوم القرآن، علما أنني كنت حافظة. والمستوى المعيشي ديال الأهل ديالي اللي كانوا كيعايروني به في تحسن جيد ولله الحمد، أنا اليوم مرتاحة وبخير بفضل من الله اللي هداني باش نجتهد ونشد في طريقه. والدي الحمد لله نقزوا هذيك المرحلة وما تلقوش، ودابا ولو أحسن من الأول. هذا الامور كانت من جهتي. مؤخرا ماشي بزاف غادي يوصلني الخبر من جهه هذوك الاشخاص اللي رفضوني على مستوى المعيشه ديالي اللي كان بيد مولانا، فشنو وقع معاهم؟ هذه عامين، واحد النهار عادي غادي يجيني اتصال، شكون معايا؟ عرفتي الرقم؟ لا، انا فلان. وايلي علاش كتتصل؟ حتى من صوتو نسيتو. بغيت غير نقول لك بلي انا دابا امام الكعبه، وجيت كنطوف وكنطلب من الله يسمح ليا على كاع الذنوب اللي درت، حيتاش من نهار خليتك راني باقي كنخلص ليومنا هذا. خدمتي وخرجت منها، تزوجت وطلقت 4 ديال المرات، اختي اللي ظلماتك انت وعائلتك حتى هي طلقات، ورا كل مره كطيح وما عرفوش الاطباء السبب مناش. الام ديالي جاها واحد المرض واللي خصها تفتح عليه في مقاريب. الاب ديالي مريض حيتاش نصبوا عليه في شي اراضي،
وبزاف ديال المصائب اللي ما عرفناش منين جاونا. ولكن انا الحاجه الوحيده اللي تنقول لهم باللي ظلمنا واحد العائله وظلمنا بنتهم. ربما اليوم تنخلصوا اجدرنا معاكم. عافاك، انا دابا امام الكعبه الشريفه كنطلبك انك تسمحي ليا. تخيلوا تيقول هذه الجمله وهو تيبكي. ايه، عشت هاد اللحظات، دارت الدوره حتى جابوا ربي تيطلب مني السماحه. تيقول ليا سعيت ولبيت وقلت ضروري نتسامح معاك لعل مولانا يبرد علينا مصائب الدنيا. قلت ليه انا مسامحه ليك، غير هو عندي شرط، نساني ونسى الرقم ديالي والله يرحم ليك الوالدين، ما تبقاش تتصل بيا. اذا ذنبتي فبينك وبين مولاك، انا ما تدخلنيش في هاد الامور. وخطات عليه. للعلم انه انا ذاك مدينتي كانت كلها ساقط الاخبار باللي ولد فلان رفضوا بنت الحاج، ديك البنت الصغيره المؤدبه ومخلقه وناس دراوش، كلش كان تيقول العجب علاش ما بغاوهمش، وتيقولوا الله يعوضها خير. وسبحان الله غادي تدور الدوره، وفعلا حتى سمعت اخبار كل واحد فيهم من غير واحد اختو الصغيره اللي كانت ديما كتدافع عليا عندهم وتتقول لهم باللي حشومه عليكم ما تنساوش باللي انا كاينه. ربما الشر اللي كتصرفوه في ديك السيده يجي شي حد يصرفو فيا، ولكن سبحان الله هي الشخص الوحيد في ديك العائله اللي ربي غادي يكمل عليها، وهي اللي سلكات من المصائب اللي نزلات عليهم، تزوجات وولدات ما شاء الله، وهي دابا في امان الله حيتاش كانت طيبه القلب. اما كل واحد فيهم اذاني وحاول يوسخ السمعه ديالي في مدينتي الصغيره. كل مره مؤخرا كنسمع اخبارهم في الزنقه، كل شي تيقول لنا فككم الله وربي كيبغيكم، راه خرج في ديك العائله العجب. ما نساش فوز ديك الازمه كانت تضربني الفيقه بالليل، وكان نمشي ونتوضى وكان بكي وكان صلي وكان تكلم مع ربي، كنت كنقول ليه كل شي اللي في خاطري وهو اعلم من غير منطق. ربي كان هو سلاحي، كنت نقول غير لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، يا ربي انصرني، انا راني راضيه بالقضاء والقدر، غير هو يا ربي راه شي جاني صعيب، خففوا عليا وشد بيديا. كنت كندوي كندوي كندوي، وسبحان الله مولانا غادي يوريني الايات ديالو فهذاك الخلق اللي اداني. ربي كريم وشان عظيم، ودعوه المظلوم ما كاينش بينها وبين مولانا حجاب. ما التجأت لا فقيه لا شوافه، ما مشيت عند طبيب نفساني، ما شربت دواء، ما مشيت طلبته، ما خرجت انتقمت منه. الناس ناعسه وانا كنهز كفوفي للسما. وهل يخيب من قال يا رب؟ هجر كتقول نصيحتي الاهم، بغيت البنات يقتنعوا بواحد الامر، انه اذا شافوا الانسان او العائله من الاول ما باغينهمش، يوقفوا كل شيء ويعرفوا بلي انه ما فيهمش الخير نهائيا، ما عندهمش علاش يصبروا ولا يكملوا، وما يشوفوش الثقب في السفينه ويركبوا فيها، ما يخاطروش بقلوبهم او عقولهم. عن نفسي خديت درس، اللي ما يبغينيش كيف ما انا بالبساطه ديالي اللي كنعيش فيها ويحترمني ويحترم والديا، السلام عليكم. وانا على يقين تام باللي مولانا غادي يرزقني بالافضل والاجمل. فعلا احنا عباد ديال الله ضعفاء في الارض ديالو، لا ندرك حكمه المولى في الاقدار ديالنا وكيفاش كيصرف علينا ما نحبه وهو كله شر، رغم الالم ورغم العذاب ورغم المعاناه. هو فقط اختبار بالقضاء والقدر، والاجمل في كل هذا هو انتظار كرم المولى اللي كيدهش لما كيعطي. هاجر كتقول كاع البنات وحتى الدراري، كل من يسير بصدق وبمنهج الرضا بما قسمه الله له، مولانا كيدهشو وكيكرمو من حيث لا يحتسب. كتقول فقط نحتاج للتوكل على الحي القيوم. هاجر قالت كل شيء وما بقى ما نزيد. سبحان الله، هاجر رزينة وعندها حكمة في الكلام، وعرفات كيفاش تعيش المحنة ديالها اللي حولتها لمنحة، وكتقولي لأنه تقدموا لها بزاف ديال الناس، ولكن هي كتحاول أنها تختار بعقل، وأكيد أن مولانا غادي يجيب لها هذاك الشيء اللي هي بغات. هذه كانت قصة حلقتنا اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، وغادي تخرجوا من هذا الفيديو وأنتم راضين بالقضاء والقدر، وخصوصا يكون عندكم يقين باللي مولانا والله ما غادي يتخلى عليكم. سلام سلام بلاتي، ما تنسوش لايك. سلام سلام.